بسلامة الخير والخيرة. إذا اندفاع موفق سيداتي أنساتي سادتي يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية هنا في العاصمة الرياض في ثامن أشواط هذا المساء. الأفراس المبتدئة التكافؤ من 0 إلى 60 على مسافة الميل، مسافة 1600 متر، قيمة الجائزة 65,000 ريال. تبدأ ابنة على مشكات في أولى المراتب فايقة الوصف في المرتبة الثانية، من بينهم لعيون عدن وكذلك بسمة الجازي، خامسا متبارقة وشرسة من المسار الخارجي برفقة ضميرية. هنا الدفعة الأولى في هذا الشوط من خلفهم تظهر دقايق وكذلك كوكاساندرا وزهرة خف، ومن المسار الداخلي بيرل وكذلك نكاسة. هنا تبدأ فايقة الوصف مع مشار العيسى في أولى المراتب، المطاردة من قبل إيدي كاسترو مع شراسة في ثاني المراتب، ضميرية من المسار الخارجي، وفي رابع المراتب بسمة الجازي متبارقة تنتظر عادل فريديان يحدد لها المسار، فيما مشكات تتراجع في هذا الشوط لعيون عدن قادمة مع وجبرتو راموس. هنا تبدأ ضميرية مع أحمد الشرار ابنة سكلير وفايقة الوصف، من بينهم شراسة تظهر قبيل المنعطف الأخير. صراع أمهات المستقبل في تسجيل أولى انتصاراتها التوفورينج الأخيرة. فايقة الوصف هنا ابنة كات دريمز بدأت مع مشار العيسى يستحث أكثر فأكثر، بدأت من البوابة 14 وسعت الفارق في هذا الشوط. فايقة الوصف تطير في هذا الشوط لتسجيل الانتصار الأول. بسمة الجازي وكذلك صوابغ من المسار الخارجي، ولكن فايقة الوصف تفوق الوصف في هذا الشوط وتخطف البطاقة الثامنة في هذا الأمسية. ألف مبروك بشعار ابنة حسين مهدي الحيد.